ماراثون احلى حكايه للاخوه وصداقه. يا رجل يجيلك تعبير واقسم بالله الواحد ما يوصف نفسه في المواقف اللي زي كذا. اقسم بالله عاد انت تعرفون في قلب كل واحد سواء اللي جلس واللي طلع. الله يبيض وجهكم جميع واقسم بالله ان اخوان في البرنامج ولا برا البرنامج. اقسم بالله تفضل خلاص استنوا. اقسم بالله انه من اصعب الايام اللي مرت فيها بحياتي الامانه. احنا خسرنا رجال وكل واحد بكم يعادل له كفه من الرجال. لكن انا عن نفسي وباسم اخواني سديد يا ابو عبيد الله يسلمكم، احنا ترى اخوانكم سواء اليوم بعد 100 سنه. والله العلي العظيم اننا ممنونين لهذا البرنامج اللي عرفنا بالرجال اللي مثلكم وشرواكم. انا الامانه عن نفسي اليوم محل اختبار اختبروا صبري وقوتي اني يعني كلكم مثل عيني. اقسم بالله العظيم واني تعودت عليكم اخوان ورجال وكل اخواني الشباب. لكن باذن الله انكم نلقاكم ان شاء الله زد رصيدك ومنه الافضل ان شاء الله. صلوا على النبي يا رب. هذه ما هي نهايه، هذه بدايه لانطلاقتكم وبدايه خير لكم ان شاء الله. دخلتم وانتم نجوم وتطلعون وانتم نجوم ان شاء الله. وما هي بس قناه تجمعنا يا رب باذن الله. ما في شك باذن الله ان نتقابل في اقرب وقت باذن الله. نسال الله ان يوفقكم يا رب. بعد اذنك يا ابو اللهم لك الحمد. هذا قضاء من الله وقدره، ربي اللي وصلنا لهالمكانه. ولا تفكر انه وصولنا لهالمكان انه شيء بسيط، تراها النجوميه حتى للي طلعوا والله انه مو بشيء بسيط. صحيح. لا لي ولا لكم انتم، حتى اللي ما الله كتب لكم انكم انتم تكملون معنا. ترى اول شيء خير من الله سبحانه، الشيء الثاني قناه بدايه قناه كبيره وعريقه، انتم عارفين اللي يوصلها ما حد يوصلها الا بجداره، فوصولك لها هذا هو بحد ذاته تاهل والله شك. ان هذا هو الفوز الحقيقي. صح ان عشنا مع بعض هنا يمكن 21 يوم، عشنا مع بعض 21 يوم هنا وصرنا اكثر من اخوان. فيها كذا اللي مو براضي على فلان، في اللي زعلان من فلان. انا من هذا المكان اقول لكم لكل شخص سواء موجود ولا مو موجود، سامحوني لو انا زعلتكم. يعلم الله اني احبكم واقدركم، ما في قلبي على اي واحد شيء. واني قسم بالله لو جت عني انا اتمنى اني اطلع وانت تجلس يا ابو حسن والله العظيم. لكن هذا شيء من الله سبحانه، والله لا في يدك ولا في يدي ولا في يد اي واحد، حتى من اللجنه كلهم عند الله سبحانه. الله اللي كاتب ان سلطان بيتاهل، ابو حسن بيطلع، فلان بيتاهل، هذا بيطلع، فكلها خيره من الله سبحانه. لا انت ولا ابراهيم ولا الشباب اللي طلعوا، كل خير من الله سبحانه. لكن انا ابغى منكم تسامحوني، ترى مو بنهايه المطاف، ترى قدامكم ترى قدامكم طريق يا شباب. وجودك هنا ترى قسم بالله انه نجاح، فما تدري لما تطلع من هنا وش اللي الله يكتب لك. ممكن يكتب لك امور ثانيه احنا ما ندري عنها ولا انت تدري عنها. فالحمد لله على كل حال، هذه خيره من الله سبحانه. انا اللي ابغاه منكم بس انه تعرفون انه كل شيء قضاء من الله وقدر، ما هو بيدك ولا بيدي ولا بيد حتى الاداره. فالحمد لله على كل حال، واتمنى منكم تسامحوني ويعطيكم على كل حال. والله يطول عمركم ويرحم والديكم، عيشنا معكم. خذ راحتك، تعال يا ابو رقام، تعال اسمع كم نبداك انت. والله ما اجي، والله نبدا وجهك. اسلم اسلم، روح ابو حسن كمل. عشنا معكم 21 يوم، والله الذي لا اله الا هو انها تحسب في العمر، من اجمل الايام العمر اللي عشناها. اول شيء تشرفنا بمعرفتكم، رجال من كل قبيله ومن كل ديره. هذا برنامج الرب ييسر، و نطلع برا بنعين ان شاء الله شيء اطيب وافضل. ان ربي كاتب لنا الخيره ما يبهنا وما بتوقف الدنيا. وانتم كذلك العين عليكم، انتم خيانا عشنا معكم وصار بيننا اللي صار. اذا حد منكم في خاطره على ناصر ولا على حد من شباب شيء، فاستروا ما واجهته وابشروا باللي يرضيكم. واجهنا للطيب، الله يرحم والديكم. هذا هو. فنتمنى من الله ثم منكم انه ما يجي في خاطر حد منكم علينا شيء. الشيء الثاني العين عليكم للحين، ان شاء الله انكم تجملون. الحين نعتبر نسخه واحده ونعتبر شيء واحد. الحين طلعنا انتم ان شاء الله انكم اللي اطيب منه واللي بتكملون المسيره وبتجملوننا، والحين كلنا اخوان عشنا سوا. وما نبغى ان شاء الله انتم يا الشباب ذولا الحين نشوفكم في زد رصيدكم متاهل اول بزد رصيدكم باذن الله. انكم معنا كلكم باذن الله، انكم معنا. سبناكم اخوان وترى لكم اخوان في البرنامج. هنا في دانا تاهلنا كلنا، لكن هذه سياسه برنامج وبرنامج، ولا طلعنا بنزور بعض بنتواجه وعلى ما قال ان اخوانكم اللي في البرنامج ترى انا اخوانكم. اي واحد منكم يبغى مني شيء انا اترككم شيء والله انا هي بشرف. وعلى ما الوادي موجود وهنا ولا في محل، فانا اخوكم ما بغيتوه مني والله. انت الحمد لله خيره، الحين جينا لهنا بخيره الله سبحانه وبنطلع بخيره الله. اللهم صل وسلم. صلى الله عليه يقولوا لا لا هذا برنامج انت عارف الاساسيات. والله العظيم في كلامنا في خطرنا كلام واجد، وانا بنطلع ما ادري كيف اطلع المشاعر اللي في الخاطر. الله يستر عليكم، بيض وجيكم، والله انكم اخوان، وبيض الله وجيكم. ومسفر من عنا نشعثها يا مسفر.
وانت من وين عين عراقيل؟ ومن وين بنعين صباح؟ ومن وين عين القصيد؟ ناخذها ما احنا صحنا الجلسه هيشتري مع سيف. جعل والديك الجنه. اول شيء اقول يا الله من دخلنا البرنامج وانا داري كلكم دارين ان هذه اللحظه بتجي. يا سواء انا يا ناصر ولا حد الشباب بيطلع. لكن من هنا من طلعكم من ذا الباب والله هذه بدايه مسيرتكم. لا في شهرة ولا في إعلام ولا في الدنيا كلها. فالواحد كان حصل مني أنا يا ناصر ولا من أحد الشباب شيء العذر من الله ثم منكم برنامج وهذه سياسة وهذا شيء أمر كلنا دارين فيه. والله يوفقكم ويسر أموركم وبداية مسيرة لكم إن شاء الله. عندك كلام يا أبو محمد كل الشباب؟ عندي ولا بيعطينا من عرقيب دالحين. أتكلم أنا. خالد. أسلم أسلم. أول شيء والله إنكم كلكم مقبولين وإنكم على ما قيل على ما قال حبنا والنظرة حبيتكم الله الحمد لله هذا اللي قبل شيء يقوله حبيت أنا الحمد لله أنا في المجموعة الثانية وأتشرف بمعرفة الشباب هذا أول شيء الثاني شيء جملونا في الأسبوعين الجاية وأنتم ما يحتاج على ما قيل وصاه لكن نوصل المجموعة الثانية وكلكم الخمسة كلكم ماني بأحد يطلع من الأول إلا أنتم كلكم الخمسة هذا الحاجة الثانية الحاجة الثالثة اللي أنا فقدي أنا أنتم تفقدوني واضح أنا دارك تفقدوني وإذا طلعت يعني احزنوا بعد ما عشان على ما قيل أجي ردت معي نبي قصة العراقيل قبل تطلع لا خلني أسلم أنا ذا الحين أمشي أول شيء اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أول شيء الحمد لله على كل حال أنا دائما عندي في حياتي أي شيء يجي لي أعتبره خير أزل واحد ما يدري وشو رد منه الحاجة هذا وشو ثاني شيء في أي مجال دائما أدخل فيه والله العظيم إن الهدف ومنه أول شيء إنك تكسب رؤوس رجال طيبة ممكن تأخذ معها 20 يوم ولا 30 يوم ولا أسبوع لكنك تكسب لك رجال أخو عمر هذا أول شيء ثاني شيء جعل ربي يوفقكم إن شاء الله وجعل ربي يحطكم إن شاء الله في جدر صدق سيدة نشوفكم إن شاء الله في كل واحد في الهدف اللي هو يبي والحلم اللي هو يبي ثاني شيء تعال يا شيف عندي رسالة أول شيء الرجال ذا ولا يخص إلا بخير والله العظيم مو زود عليكم كلكم واضحين لكن الرجال راعي وقفه وراعي مريم وقف معي وهو أدري ما ودني يقول الكلام هذا لكنه والله نعم ما عرفت له في البرنامج لكن علومه الطيبة اللي شوها معي ومع غيري أجبرتني إن أقول الكلام هذا جعل عمرك طويل ويستاهل وهدي ونعم والله الجنة ميدكم وميدقات مسكوا بي والله الرجال ذا النادر أبشروا وسعدكم جميع كلنا أخوان والله يهديني جعل عمرك طويل أول شيء أبي أفقدكم صراحة كلكم والله ان كل واحد منكم له معزه خاصه في قلبي والخيره فيما اختارها الله ما تدرون وش ردي ربي رد منكم من بلاء فتطلعون مع الباب هذه بدايتكم الواحد يسعى الهدف اللي بباله لا يوقف لا يطلع من هنا وخلاص انتهى العالم وبيوقف شغله وبتوقف حياته اللي تبغاه بيجي اليوم ولا بكره ولا بعد 20 سنه بس اسعى يا عبدي وانا معك والله يوفقكم جميعا وابد انا اخوكم ما احتجتوا شيء ولا شيء ابد حاضرين طال عمرك بعد 20 سنه لا تكلمني يقول بيض الله وجهكم جميعا وجهك والله يجمل حالكم والله ما عيننا العلوم الطيبه وانتم وافين وانا اقول ان كان زعلنا حد ولا جاء منا قصور في عذرنا كلكم جميع وانتم بيضان وجيه والله يوفقكم يا اخويانا وان شاء الله نشوفكم في زد رصيدك كلكم ما حد يطلع منكم وسلامتكم اللي طلعت كلكم نجوم والله العظيم انا قبل كنت اشوف برامج الواقع كنت اقول ليش الواحد يتاثر لكن سبحان الله الواحد ممكن يعاشر شخص ممكن مده اللي جلسنا مع بعض ما تتجاوز 6 ساعات 7 ساعات في اليوم لكن والله العظيم كل واحد منكم يعني يشكل بالنسبة لي شيء كبير وكل واحد له معزة وله تقدير يشهد الله عليه وما أتمنى لكم لكل خير خالد نجم ومبدع وأتوقع إن شاء الله بإذن الله أنه يكسر الدنيا إن شاء الله قريبا ومسفر نفس الوضع وإبراهيم فأتمنى لكم كل توفيق عاد ناصر له وضع خاص بالنسبة لي فأسأل الله عظيم أن يوفقكم ويسر أموركم وإحنا أخوانكم سواء في البرنامج ولا خارج البرنامج ولا تتأثرون ابدا خروجكم من هنا ترى بيفتح لكم ابواب كبيره جدا الشيء الوحيد اللي بقوله لكم تراكم طلعتوا امام الملايين من الناس تمام ممكن اثرتوا ممكن تواجدكم كان مختلف على الشاشه
في يعني وصلت كلمة طيبة، فهذا يعتبر مكسب كبير لكم، فأسأل الله العظيم أن يوفقكم ونشوفكم إن شاء الله في الأيام الجاية. طول عمرك يا هذا يقول شيء يظهر موفقين، لكن تراكم ترانا أخوانكم، والله العلي العظيم نتمنى أن الساعة هذه تبطت. الله يطول عمرك تبطت، أنا والله أخذت من أرواحنا، ما هي ساعة، أخذت من أرواحنا سنين. الله يطول عمرك. الأيام اللي بنقضيها مع بعض واللي قضيناها مع بعض، والله العلي العظيم نتعادل من عمري أنا يا فيصل 20 سنة مدرسة وهي 20 يوم. فالحمد لله أنتم دخلتوا بوجيههم بيض وطلعتوا بوجيههم بيض ورفعتونا أنتم طالعين لكنهم رفعتونا وزدتونا، والقناة هذه اسمها بداية، هي بداية النجاح. حتى اللي يطلع من هنا أولكم تروا ناجح، أنتم كلكم ناجحين، أول ما نجحتوا فعلكم وطيب روسكم. الله يطول عماركم ولا يهيكم ويحفظكم، والله أشهد الله أني سعيد بمعرفة المطالق ضالة كل واحد، والله ما فيهم ردين، كلهم طيبين وكلهم حمار عيون، بغيناهم برا عيناهم وداخل بالتقدير والاحترام والمزح الذرب والعلوم الطيبة كلها. الله يطول عمركم، ولا عاد نقدر نقول شيء، وأنا أقول تمسوا على خير وإن شاء الله. باقي حمد، باقي حمد أنتم بخير وإن شاء الله. الله يبوذيك والله واجدين يا رب. الله يطول عمركم. داخل البرنامج ولا برا البرنامج، أنتم أخوان ولا هو قصور في الربع دولة، الاثنين دولة عندهم عندي لهم طوال عمر يعجز، والله يعجز الوصف، يستاهلوا وقد والله العبرة خنقتني اللي ذا والله طالع برا انت سمعت، لكن ابشر بساعتكم كلكم هذا العينات ما بغيتوه من ذا الراس وخوف دبل يعني عمرك طويل ولا هو في البرنامج، هذه بداية طلع لكم ذا بداية جنة يا ودي محسوم على راسك والله يستر عليكم محسوم على راسك والله العظيم محسوم على راسك يا ودي الله يطول عمرك لهم كلها طيبه ابو ديب بلندر ودي اللي عرفناهم الله يستر عليكم عليك سعود والله العظيم ما المواقف اللي زي اقسم بالله ما احب اي بلا صح ما حد يعرفوني كل موقف اقسم بالله اني اطلع برا واتوحد بعمري امي اللي هم يقسم بالله ما يحب ما ابغى اعبر قدامها شيء لكن كل واحد منكم يدري بغلا عندي ما في شك قسما بالله لو اتكلم من هنا ليوم الدين مو فيكم حقكم لا معي ولا مع اخواني لكن اللي بقول لكم حاجه واحده بختصر بين قوسين اسال الله لكم التوفيق امين الله يوفقكم ان شاء الله في البرنامج ولا برا البرنامج ما يحتاج وبشروبي 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 من غير قصور يا اخوينا الباقي الله يطول الله يجعل فالكم التوفيق ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله الله يستر عليكم الله يستر عليكم شو شغلك وداع استاك صور عليك مالك ادني بقى والله نتمنى اني انا اطلع الان والله والله ما ياخذني فيك شك والله ما ياخذني فيك شك انا اخيكم في بقيق نقول لكم مرحبا ومسهلا يجي له مجال وانا اخوكم يا ابا يا ولد ابا الخميس اللي بيجي الجنوب لكم اجل الله ما رجال يستر مرحبا ملايين الله يستر على وجه الربع نبدا خلاص خلاص هات هذا